خلص عليه ده كان هيودينا في داهية. دور في جيوب على المفكرة بتاعتي اللي سرقها مني. خد يا معلمي. ايه ده؟ فلوس. فلوس ايه؟ انا بقول لك المفكرة. يعني مش عايز الفلوس، اخدها انا. تاخدها انت؟ هات خدك ربنا. المهم عندي المفكرة بتاعتي دي، فيها كل اسرارنا. نقلبه تاني ونشوف. يلا. الحكاية بيه ولا هو يطفو ليه؟ مستنيين الإشارة التانية عشان يعرفوا إن الطريق خالي ويجوا يسلمونا البضاعة. وبعدين؟ ولا قبلين. ما دام أخينا ده خلصنا منه يبقى الطريق خالي. أنا حديهم الإشارة. طول بالك. مش ندفنه الأول بدل ما يجوا يلاقوه هنا؟ مش هيجوا هنا. أمال فين؟ في المكان المعلوم. مفيش حاجة يا معلمي. مفيش ازاي؟ أمال المفكرة فين؟ يظهر ما جابهاش معاه. وبعدين يا حكش؟ مادام مات ايه فايدة المفكرة يا عبد الحفيظ؟ يلا بينا. اسكت انت واطلع اركبي. يلا انت اهو. الستة تبقى تسعة، شوف شغلك. حاضر يا معلمي. يا منصور خلاص نمشي قدامنا يا معلم. طب يلا بينا. وجب. حاجة غريبة جدا. ايه اللي جاب الطيور دي هنا؟ لازم فيه جثة حيوان ولا حاجة يا فندم. وايه اللي هيجيب جثة الحيوان دي هنا؟ دي منطقة ما فيش فيها مراعي او مساكن. طب اركب. خش يا مين.
واحد مقتول. مقتول؟ ايوه، لازم نبلغ البحث حالا. الو الرئاسه، الوحده 8 تنادي. الو الوحده 8 تنادي، نقيب محمود ذاك يتكلم. مرور طريق مصر اسكندريه وبلاغ، احنا هنا عند الكيلو 13، في جثه لقيناها يا فندم، وفي اثر عجلات سياره. انا حاولت بقدر الامكان اسيب القرائن زي ما هي. فندم ما قدرناش نتعرف على شخصيه القتيل. ازاي الكلام ده؟ سيادتك عارف يا فندم ان القضيه غامضه جدا لحد دلوقتي، لان احنا ما لقيناش مع القتيل اي اوراق تدل على شخصيته. ما خدتوش بصمات المجني عليه ولا لا؟ اخدناها يا فندم، لكن الظاهر ان ملوش اي سبب، لان ما فيش اي تشابه اطلاقا لبصماته في سجلات ارباب السوابق. اه، بحثتوا في بلاغات الغياب؟ بنفسي يا فندم، ما فيش اي بلاغ غياب تنطبق مواصفاته على المجني عليه. يخيل لي انها جريمه من جرائم تجار المخدرات، لان ليها نفس الطابع. نفس الخاطر ده في خيالي يا فندم، لذلك احنا قصينا ضفر القتيل ومعاها اجزاء من جيوبه وبعتناهم للتحليل، لكن يا فندم النتيجه جات لنا سلبيه وما فيهمش اي اثر المخدرات. طب وبعدين؟ ما احنا لازم نعرف شخصيه المجني عليه كخطوه اولى لمعرفه الجاني، ودي مساله انت عارفها. طبعا يا فندم عارفها. والجثه دلوقتي في المشرحه؟ ايوه يا فندم في المشرحه، واتضح لنا من تقرير الطبيب الشرعي ان القتيل مات بضرب السكينه في ظهره. لذلك يا فندم انا استنتج ان القاتل اكيد كان يعرف المجني عليه. ازاي؟ اقول لسيادتك يا فندم. اتفضل. احنا معالم الجريمه اللي لقيناها اثار عجل عربيه وبعدين اثار رجلين وبعدين القتيل. يبقى متهيألي يا فندم ان الوضع المعقول اللي تمت به الجريمه ان في جماعه خدوا القتيل وركبوه معاهم في العربيه اللي شفنا اثار عجلها. كويس. وفي الطريق الصحراوي وقفت العربيه ونزلوا هو معاهم وخطوتين، وراح واحد منهم مسهيه من وراه في ظهره وراح ضربه في السكينه. معقول. الجديد بقى في التحريات يا فندم ان كان معاهم واحده ست. عرفتها ازاي؟ اثار الرجلين اثبت الخبير ان فيهم جزمه حريم. على اي حال انا عايزك تبذل كل مجهودك في القضيه دي. لازم نعرف شخصيه المجني عليه باسرع وقت. اتمنى يا فندم وربنا يوفقنا ان شاء الله. انشروا صورته في الجرايد، دي اسرع طريقه. فعلا يا فندم دي احسن طريقه. ما هو العياط مش هيجيب فايده يا سميره. امال اعمل ايه بس؟ بلغ البوليس يا حبيطه. ابلغ البوليس؟ طب هقول له ايه؟ الا تقولي له ايه؟ قولي له ان اخوكي خرج من البيت بقاله يومين ولا رجعش. انا قلبي حاسس ان في حاجه هتجرى له، ده هو بنفسه وصاني على اولاده قبل ما يخرج. وبعدين معاكي بقى يا سميره، طب خليتيه يخرج ليه؟ انت عارفة هو عنيد قد ايه؟ كان عاوز يرشد البوليس عن عصابة واحد اسمه عبد الحفيظ عشان يقبض المكافأة اللي بيقولوا عليها. كل تفكيره عشان خاطر يساعدني ويساعد ولاده. خليكي ليه يا عمتي؟ لا يا حبيبتي ما بعيطش. وبابا هيرجع امتى من الصبح؟ هيرجع بكرة. ازاي يسافر من غير ما يبصني؟ طب روحي دلوقتي. انا منه خالص. طب روحي روحي دلوقتي يا حبيبتي، ذاكري مع اخواتك وبكره بابا هيشبعك بوس. يا رب يكون هو. ربنا يسمع منك يا بنتي. سميره. ايوه. شفتي الصوره المنشوره هنا؟ صوره ايه؟ يا رب ما يكونش هو.
عليك يا بنت مش كده يا امير؟ مالك يا حبيبتي؟ فوقي لنفسك يا بنتي، فوقي لنفسك. مش كده يا حبيبتي؟ يا ساتر يا ربي. ده مش هنوصل ومش هنطلع بنتيجة أبدا. يلا يا ست. علي جهزت الجثة 26؟ جاهز يا فندم، وخرجناها من الثلاجة. اتفضل يا ست. لا 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 لا، انا عايزك بقى تتملكي اعصابك شويه وتبصي هنا اهو وتقولي لي ده اخوكي ولا لا. يلا يا ستي اكشف الجثه. بصي هنا بقى. الجثة كانت في التلاجة، وعادة إن الجثة بتتقلص من شدة البرودة، لكن بعد ما بتطلع في الجو الطبيعي بتريح تاني. يلا بيتي. يلا ستي. يلا فين؟ أخويا أخويا. لا 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 لا، مش كده مش كده. يلا ستي. هو اللي قتله. مين؟ أخت الحفيظ اللي قتله. هو اللي قتله. حفيظ؟ عبد الحفيظ مين؟ عبد الحفيظ هو اللي قتله. طب تعالي تعالي. لكن انا لازم انتقم منه، لازم انتقم منه. اذا كنت عايزه تنتقمي لاخوكي بصحيح، روقي كده وكفايه عياط، وتعالي فهميني كل اللي تعرفيه عن عبد الحفيظ وعن غير عبد الحفيظ. غيره مين؟ هو اللي قتله، هو اللي قتله. طب تعالي يلا يلا. عبد الحفيظ يا فندم اثبت وجوده في اسكندريه ساعه ارتكاب الحادث، وبالشكل ده اصبح مفيش اي دليل ضده ابدا. وبعدين؟ مفيش يا فندم طبعا، النيابه حفظت التحقيق. حاجه عجيبه فعلا. امال سميره اتهمته ليه؟ هو برر اتهامها ليه يا فندم بان اخوها كان عاوز يتجوز واحده اسمها سنيه تقرب لعبد الحفيظ، وان سميره كان دايما في خلافات بينها وبين هذه السنيه وكانوا بيكرهوا بعض. لكن ليه سميره اختارت عبد الحفيظ بالذات دونا عن قرايب سنيه كلهم واتهمته بالقتل؟ حجه مش مقنعه ابدا يا فندم. المهم انه اثبت كل ده للنيابه، ورفع ضدها قضيه جنحه مباشره بيتهمها بالبلاغ الكاذب ضده. انا يا فندم لازلت عندي شك كبير جدا في هذا العبد الحفيظ. لذلك يا فندم انا كلفت ثلاثه من المخبرين بتوعنا بمراقبته ليل نهار خطوه خطوه. كويس. مع انه باين عليه ذكي جدا يا فندم. ذكي؟ ذكي مين يا سيد علي فتحي؟ ياما اذكياء. مهما كان ذكاء المجرم مصيره يقع في ايدين العداله. حضرتك الآنسة سميرة عبد الرحمن؟ ايوه. في إعلان عشان حضرتك. إعلان؟ إعلان إيه؟ جنحة مباشرة. يعني إيه جنحة مباشرة؟ اقري الإعلان وأنت تفهمي. بس طولي بالك، انضيلي هنا أولاً. اتفضلي. شكراً. متجوز من بابا وهيرجع امتى؟ هيرجع بعدين يا حبيبتي، كمان شويه كده. خير؟ والخير ولا حاجه. انا شفت المحضر طالع لك، قلت اجي اشوف ايه الحكايه يا بنتي. ورقه ايه دي؟ دي خشي انت حبيبتي جوه. حاضر. انا اصلا مش عايزه اتكلم قدام البنت، تعالي اتفضلي. خير يا بنتي؟
عرفت انهم حفظوا التحقيق ضده. الدليل الوحيد في المفكرة. مفكرة ايه؟ المفكرة اللي كانت مع اخويا. لو ما كانوش موتوه كان قدر يوقع العصابة كلها ويخلص الناس من عبد الحفيظ ده. لكن انا اللي هنتقم منه. وهي اللي عايزة تنتقم تعيط ليل ونهار؟ انا بعيط على اولاد اخويا لان خلاص ما بقاش لي لحد بعده ابدا. مش بتقولي انك لقيتي شغل في المؤسسة؟ ايوه، وهستلمه من بكرة. خلاص خلي توكلك على الله وفكري يا بنتي في الشغل اللي هتستلميه علشان تعرفي تربي ولاد اخوكي. يا سلام يا ست فتحية، لو اقدر احل الرموز والارقام العجيبة اللي في المفكرة ديت. رموز ايه ومفكرة ايه؟ مفكرة عبد الحفيظ. طب يا بنتي ما سلمتهاش للبوليس ليه؟ علشان يحل الرموز اللي بتقولي عليها دي بس يا بنتي. لقيتها امبارح بس بعد ما عرفت انهم حافظوا التحقيق ضده. ربنا موجود. نية دولي نبي كريستالي برضه كده على مزاجك. وانت فوز. واشرب يا فهمي. بعدين قول لي انت يا فهمي ايه؟ شامم ايه؟ ريحة الدورة تجنن يا فهمي. دورة؟ الله، انت مش قايل ان انت ناوي تخطب بنت خالتك؟ انت ليه دايما كده ظنونك سيئة؟ وشرفك انت نفسك دورة باشوي. بس ما تحلفش بشرفك عشان انا ما احبش حد يحلف بشرفك كده. عيب لما يكون الاستاذ حسين الصحفي المحترم اللطيف الظريف الوجيه ده ويروح يقف على العربيه ويستنى كوز دوره لما تشوي. طب فيها ايه؟ ما هي لابسه اهي وكويسه وشيك واقفه تستنى الدوره. شيك؟ اه. لكن بيالا امال ايه؟ دي لو من عيله محافظه ولا بنت ناس كويسين ما تجيش تقف على العربيه والرجاله قاعده على القهوه. حد عارف دي تطلع ايه؟ تطلع زي ما تطلع. تعالى بيه. ايه ده؟ لا يا اخويا بطلت، انا معلش اكل كوز ميه. استناك امتى ولا اشوفك امتى؟ في البيت الساعه 5. في البيت الساعه 5. اوعى تنسى. اوعى. سعيده اكل الهواني يا دوره. بكام الدوره يا عم؟ زي الهاني ام خالد تتعدل بيه. يا ترى بكام؟ زي ما هو قال بشته. لا يا دي اللي عجبك. لا انا خلاص ايه؟ خد انا عملت ايه؟ عليه معلش قوي قوي تعدل بيه. تعيطش ليه يا شاطر؟ انت لسه بتدوري؟ انا مش قلت لك تبتي ايدك على الجنيه كويس؟ روحي بقى روحي. اروح ازاي دلوقتي؟ هيموتوني من الضرب. هو وقع منها ايه؟ وقع منها جنيه. ستها بعتتها تشتري دواء من الادخانه واديتها جنيه ضيعته. تضيعي جنيه حته واحده؟ انا مش هروح يا عم عبد الله. مش هتروحي؟ امال هتروحي فين؟ ده انت مالكيش اهل في مصر ابدا. اروح مطرح ما اروح؟ انا عارفه انهم بعد ما هيموتوني من الضرب هيحبسوني. لا حول ولا قوه الا بالله. خد يا شاطره الايه ده بدل اللي وقع منك. بس روح على الاجزخانه على طول. وايه هيضيع منك ده كمان؟ ربنا يخليكي، ربنا يسترها معاكي، ربنا ينجيكي من الشر يا ستي. يا ما انت كريم يا رب. صحيح الدنيا بخير. انا يا بنتي هروح معاكي لا يضيع مره ثانيه. كتر الف خيرك يا ست هاني. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا حسين عبد الحميد صحفي، والصحفي دايما عنده فضول. ما هو باين يا فندم. ممكن اعرف ازاي استغنيت على جنيه لبنت ما تعرفيهاش ويمكن ما تشوفيهاش تاني؟ الكوز. الكوز يا ست هاني. متشكرة. اتفضل. شكرا يا مدمزيل. انا لو كنت ما عملتش كده كانت البنت ديت هتهرب. مش ظاهر ان اللي بتشتغل عندهم شداد عليها شويه، ولو هربت بنت زي دي او دخلت السجن حياتها انتهت وهتمشي في طريق الشر على طول. فمش كتير ابدا انك تنقذ حياه انسان بجنيه واحد، ولا انت شايفه كتير؟ لا لا ابدا مش كتير. يا سلام، الدنيا لسه فيها ناس بالشكل ده. صحيح ست اصيله. شويت الكوز؟ دقيقه واحده، اصل انا بشويه على نار هاديه. طيب يلا شويه. الكوز
احمد الدورة ده مشوي. دي اغرب مفكرة شفتها في حياتي. صفحة بحالها مليانة ارقام عجيبة. بص 797 و8 عليها نقطتين وصفر وعلامة فين. ايه الحكاية؟ مش فاهم حاجة. دي مؤكد رموز. رموز ايه؟ انا عارف رموز ايه. مش جايز البنت دي تكون بتشتغل في عصابة. عصابة ايه يا راجل؟ حرام عليك، لو قلبها في نقطة شر واحدة ما كانتش عملت كده مع الخدامة لما ضاع منها الجنيه. دلوقتي بقى انا عايز افهم عشان انا فاهمي، تقدر تقول لي ايه سر اهتمامك بالحكاية دي كلها؟ الله الله الله، شوف شوف كاتبة هنا ايه. كاتبة ايه يا سحسين؟ اسأل الله ان يغفر لي افكاري التي عشت فيها طيلة الليلة السابقة. ان هذه المرأة مصدر شقاء، انها هي التي تقف سدا منيعا بيني وبين الحياة الطبيعية التي يحياها البشر. لقد تمنيت موتها. لقد تخيلت بالأمس أنني أقبض على عنقها بيدي لكي تلفظ آخر أنفاسها. أحوز بالله، كل ما في الأمر إنها بتكتب مذكراتها بصراحة. يا ما الإنسان بيفكر بينه وبين نفسه في حاجات أفظع من كده بكتير. الله، ده في هنا رقم باين عليه رقم تليفون. وش عرفك بقى إنه رقم تليفون؟ مش جايز يكون رقم ورقة يا نصيب؟ طب إيه اللي هيجرى لو طلبت النمرة دي؟ افرض تليفون ناس يعرفوها أو تليفون بيتها، هتقول لهم إيه؟ أنا غرضي شريف، عاوز أرجع لها المفكرة بتاعتها. لا شيخ، انضاي، غرضك شريف أو اسم الله. الو الو، ما ترد يا اخينا. حاجه غريبه. ايه في ايه؟ ضربت النمره اللي مكتوبه هنا، رد عليا واحد صوته زي بتوع العصابات. ما ترد، خايف ليه؟ هينط لك من التليفون. طب رد انت. لا يا اخويا. الو، من فضلك دي نمرة 55-157. مين؟ ها؟ أيوه أيوه أيوه، هي دي النمرة مظبوط. أنت عايز إيه؟ أنا لقيت مفكرة جيب لواحدة اسمها سمير عبد الرحمن، ده الاسم اللي كاتباه المفكرة. مين؟ مش تقول لي. أيوه يا سيدي. ها؟ سمير عبد الرحمن؟ ايوه 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 ايوه. ها؟ انت لقيت المفكره بتاعتها؟ يا سلام على البنت دي، مهمله خالص. ها؟ يا سيدي انا ابوها. ايوه ايوه. طبعا المفكره هنحتاج لها. طيب يا سيدي قول لي على العنوان بتاعك وانا اجي لك لغايه عندك. طيب يا سيد تشكر. كتر الف خيرك يا حبيبي، كتر الف خيرك. مع السلامه. ابوها اللي رد عليا، الظاهر عليهم ناس محافظين قوي وهيبعت حد ياخد المفكره. ياخد المفكره؟ وتسلمها لابوها ازاي؟ مش جايز تكون كاتبه فيها حاجات مش عايز ابوها يشوفها؟ زي ايه؟ حد عارف؟ دي شابه وصحي برضه، كلها افكار خاصه ومش عايز ابوها يعرفها. زي حكايه الست اللي نفسها تخنقها دي، مش جايز تطلع مرات ابوها؟ تفتكر كده؟ افتكر كده؟ اما انت مالكش حق يا حسين. طيب والارقام والرموز اللي مكتوبه دي؟ ليك حق يا فهمي. طب وبعدين؟ ده انا اديته عنوان البيت. والله انا ما اعرفش حاجه بقى، اتصرف انت. الله الله الله، شوف كاتبه هنا ايه. لقد كان لي ابا ثانيا بعد ان مات ابي. مات ابي وخدعته هذه المجرمه فحرمتني منه هو الاخر، واصبحت وحيده في الحياه. يعني اللي اكلمك في التليفون مش ابوها؟ ما ده اللي انا بستغرب له. امال كان بيدعي ليه انه ابوها؟ عشان ياخد المفكره ويستحيل اديها له. اسمع يا حسين، انت جبت لروحك مشكله ما انتش قدها ابدا. مالك انت ومال الدوشه دي؟ لا دوشه ولا حاجه. ازاي لا دوشه ولا حاجه؟ راجل كلمك في التليفون وصوته زي صوت رجال العصابات، ومفكره مكتوب فيها رموز، والراجل كذب عليك وقال لك ان ابوها، مع ان البنت كاتبه في المفكره ان ابوها توفى الى رحمه الله.
وسيادتك الدبيت زي الطوبه وديته عنوان بيتك وبعد كده تيجي تقول لي لا دوشه ولا حاجه. انت هتخوفني ليه يا فهمي بقى؟ اسمع يا حسين، احنا صحيح صاب لكن انا راجل غلبان، لا ليا لا في الطور ولا في الطحين، مسالم ماليش دعوه. الله راح فين؟ الله بقى دي صداقه. صداقه الله. يا حسين صداقه توديني في داهيه؟ ده الصديق اللي غرق هو ده العدو اللئيم. طب طب تعالى نقعد بس ونشوف لنا حل في الراجل ده. ها حل؟ امري الى الله. حل حل حل. اسمع، جاتني فكره جهنميه. ايه هي؟ تعالى نخرج وهو هيجي مش هيلاقي حد. ده حل ده، ما هو هيطب لي كل شويه. طب هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه يا حسين؟ اضل واضح حكمته. طب طب نقعد اهو ونفكر شويه. ها نفكر. السلام عليكم يا بيه. نعم نعم الله عليك يا بيه. عاوز ايه سيادتك؟ سيادتي العفو، وانا قد المقام. عاوز ايه؟ خلصني. مش سيادتك الاستاذ حسين عبد الحميد؟ ايوه انا. حلو، عايزين المفكره بتاعت الست. مش انت اللي كلمتني في التليفون؟ مين اللي بعتك؟ الست صاحبة المفكرة. انت كذاب. الله، انت بتشتم ليه يا حاضر؟ روح قول اللي بعتك انه كذاب وغشاش لانه ادعى ان ابو سميرة، وابو سميرة مات وانا سلمتها للمفكرة. هو انا ماله مع سميرة وام سميرة وابو سميرة والمفكرة والحاجات اللي انت بتتكلم؟ يلا خش. انا بقى انا بقى مجبور. ايه اللي خلاه يقول لك كده؟ طب لحظه واحده، تسمح تديله الورقه دي؟ انا ماليش دعوه ستاني، دي مش شغلتي. سيبيني اكل عيش، انا بجري على العيال. طيب على كل حال انا متشكره. نخلص منها دلوقتي، دي فرصه ما تتعوضش. يا ساتر يا رب. يا حفيظ يا رب. ايه مالك بتفكري في ايه؟ انا خايفه يكون حد خد مني في العربيه يا عبد الحفيظ. وايه يعني؟ ايه يعني ازاي؟ بتضحك ليه يا سنيه؟ انا بفكر في كل حاجه بعملها. مش جايز اخينا اللي كان بيكلمني في التليفون ده يكون البوليس مراقبه؟ جاي مش كده برضه؟ عشان كده انا غيرت نمر العربيه باللاكيه الابيض. اما انت جن صحيح. امال ايه؟ ومع ذلك يعني محدش لحق ياخد نمر العربيه. والمفكره مالها؟ ما خدتهاش. المفكره دلوقتي يا حلوه ملهاش اي لزوم ما دام صاحبتنا ماتت. جايز ما ماتتش. مش معقول، مش معقول ابدا. انا خبطتها خبطه جامده جدا. لا بقى اذا كان زي القطط بسبع ارواح. انا على رايك لازم ناخد المفكره من الجدع ده. ها ايه اللي شفته بالظبط؟ انا بواب العماره اللي حصلت قدام الحادثه، وكنت بتكلم مع واحد من السكان، وبعدين سمعت صرخة واحدة ست، وشفت عربية بتجري بسرعة، والست وقعت وجرينا كلنا عليها. ما خدتش بالك مين اللي كان في العربية دي؟ لا أبدا. ما شفتش نمرتها؟ لا. هشوفها ازاي؟ والست اللي وقعت دي ما شفتهاش أبدا قبل كده؟ لا ما عرفهاش خالص. وإيه اللي خلى العربية صدمت المجني عليها؟ الطريق كان خالي ولا السواق كان قدامه حاجة عاوز يفاديها؟ أنا متهيألي اللي كان راكب العربية راجل وجنبه واحدة ست. في غيرك شاف الحادثة دي؟ والله مش واخد بالي. في كتير شافوها، بس نادر اللي يحب يجي يشهد في حاجة زي دي. في عندك أقوال تانية عايز تقولها؟ لا. ادينا حقنة كرامين. حاضر يا دكتور. ازاي الحال؟ احنا كشفنا عليها بالأشعة، ما فيهاش اي كسور في العظام. كده في كدم شديد في الكتف. لكن حالتها كويسه. امال ما بتتكلمش ليه؟ هي عندها هبوط في القلب، ويمكن ده من تاثير الصدمه، عشان كده بنديها كرامين. الاول يا دكتور،
مليوش معاها اوراق او اي حاجه تدل على شخصيتها؟ والله ما عنديش فكره، لكن اذا كان معاها حاجه لازم شالوها في قسم الامانات. في قسم الامانات. بتقولي ايه؟ ايه المفكرة دي؟ ها؟ ايه المفكرة دي؟ ها؟ سيبها تستريح دلوقتي. ما هي دي ضريبة المدنية في بلد مزدحمة زي القاهرة. لازم تتوقع كل يوم عشرات الحوادث من السيارات. طبعا. المهم اللي أنا بفكر فيه يا دكتور مسألة غريبة جدا. أنا لما رحت عشان أعمل معاينة في الحادثة دي، تصور ما لقيتش أي أثر أبدا لفرامل العربية. يعني معناها أن اللي كان سايق ما حاولش يتفادى البنت دي أبدا. قصدك إيه؟ يعني يتخيل لي أن هو كان يقصد أن هو يدوسها. تفتكر كده؟ متهيألي كده. طب يا دكتور متشكرين قوي، انا هوصل كده حد قسم الامانات يمكن اقدر اعرف من الورق اللي يقوم معاها اي حاجه تدل على شخصيتها. مع السلامه. ميرسي يا فندم. فرصه سعيده. يوه بام جدو، نعرف ايه حظ ماله كده؟ انت يا عم حظك علي اول النهارده لخبطه. بقول اللي حظ وحش في الحب يبقى حلو في اللعب زي ما بيقولوا. فكرتني، مفيش اخبار عن سميره؟ لا ابدا. ما اتكلمتش في النمره اللي عندك دي تاني؟ واتكلم ليه؟ الراجل اتضح انه بيغشني. ما هو لازم ان كله علاقه بيها يا حسين. كمان انت كان حقك تقابل الراجل اللي جه ياخد المفكره بالذوق بالسياسه، لكن انت اتنرفزت عليه ورحت طرد وقف الباب في وشه. اهو اللي حصل. يكونش هو؟ يمكن لما اشوف ايه الموضوع. الو حضرتك الاستاذ حسين عبد الحميد؟ أنا واحدة ما تعرفهاش. أنا نوال أخت سميرة. أيوة سميرة اللي قابلتها عند عربية الدورة المشوي. إيه نسيتها ولا إيه؟ نسيتها إزاي؟ هي فين أختك؟ أنا عاوز أشوفها ضروري. أخت سميرة. هي فين الأنسة سميرة؟ أنا عاوز أشوفها. أفتكر مش هتقدر تشوفها دلوقتي يا أستاذ حسين، هي مكلفاني بحكاية مهمة. بتقول لك بأمارة الدورة المشوي وأمارة سواق التاكسي اللي انت شتمته وقفلت الباب وراه وما رضيتش تديله المفكرة، هي عايزة المفكرة ضروري. أنا مستعدة أديها لها، أنا كنت بدور عليها عشان كده، لكن لازم أسلمها في إيديها. صحيح أنت اديتيني أمارتين، لكن أعرف منين إنك أخت سميرة بصحيح؟ في حد تاني كان معاكم وأنتم بتشوا الدورة؟ طيب خلاص. دقيقة واحدة، مش عارفة مين بيضرب الجرس. ايه رايك؟ باين عليها اختها. اسمع، خد منها ميعاد ولما تقابلها وتتاكد منها صحيح انها اختها اديلها المفكره ويخلص من الاشكال ده. ايوه اسمع، انت لك حق تشك في كل واحد بعد حكايه الراجل ده اللي قالك ان هو ابوها ابونا. انا مش عايزه اقولك ان سميره مسكينه في المستشفى. في المستشفى؟ ليه سلامتها؟ حكايه طويله، لما قابلك اقولها لك. نتقابل في المستشفى طبعا، انا اول ما عرفت باللي حصل لها وانا طول الوقت جنبها هناك. نعم الساعه 5 كويس، بس ما تنساش تجيب المفكره معاك، لان اللحظه اللي بتفوق فيها سميره بتسال عن المفكره. متشكره قوي يا استاذ حسين. الو، هي في مستشفى القصر العيني عنبر جراحه. فضلك. نعم. هو ده عنبر الجراحة؟ أيوة. في واحدة هنا اسمها سميرة عاوزة أزورها. اسأل في الاستعلامات. الأستاذ حسين عبد الحميد مش كده؟ أيوة. أنا نوال أخت سميرة اللي كلمتك في التليفون. أهلا وسهلا، أنا لسه كنت بسأل عليها دلوقتي. مسكينة لسه مش دارية بنفسها، حتى أنا مرضيش يخلونا نشوف. ليه مالها؟ دي كانت كويسة قوي. صدمتها عربية. يا ساتر يا رب، وحالتها إزاي؟ هي ما فيهاش حاجة،
بس الصدمة لسه مأثرة على أعصابها. حوادث العربيات الأيام دي بقت حاجة فظيعة. ده لسه من يومين بس عربية صدمت واحدة قدام العمارة اللي أنا ساكن فيها ونقلتها الإسعاف. ما هي دي سميرة. قصدك إيه؟ ما هي كانت رايحة لك في تاكسي علشان تاخد المفكرة وبعتت لك السواق، وبعدين لما مرضتش تديها له نزلت بنفسها علشان تروح لك، وهي بتعدي الشارع خبطتها العربية. يا ريتني اديته المفكرة، يعني أنا المسؤول على اللي حصل. لا أبدا، ده كل شيء مكتوب. يا ترى جبت المفكرة معاك؟ أيوة جبتها طبعا. هي بتفهم الإغماء اللي عندها باللحظة والتانية وتسأل عن المفكرة. الدكتور نفسه قال إن إحنا لو رجعنا لها المفكرة حالتها هتتحسن. أنا مش عارفة هي مهتمة بيها للدرجة دي ليه. دكتور دكتور. أيوة. ده ابن خالتي حسين وابن خالة سميرة المصابة في حادثة العربية. أهلا وسهلا. مش هي دايما بتسأل عن المفكرة لما بتفوق؟ هي لما بتستعيد وعيها ما بتقولش غير فين المفكرة، وبعدين بيغمى عليها تاني. يعني إحنا لو رجعنا لها المفكرة حالتها هتتحسن؟ أعتقد كده. هنحاول ندور عليها. متشكرين قوي يا دكتور. العفو. أرجوك اديها لي لأني قاعدة هنا جنبها على طول، وأول ما تفوق هسلمها لها. وهو كذلك. متشكرة. ابقي سلمي لي عليها وأنا هاجي هنا أطمن عليها. كتر خيرك. أنت تعرفها من إمتى؟ أنا متأسفة اللي بسألك السؤال ده، أصل سميرة ما كلمتنيش عنك قبل كده. أعرفها بمدة بسيطة جدا، لكن ما خبيش عليكي سابت في نفسي أثر كبير. سميرة كل الناس بيحبوها. متشكرة قوي. مع السلامة. مع السلامة. ايه رأيك؟ ممتاز. اتفضل. هي بقت كويسة قوي. شكرا. زعلت قوي لما عرفت اللي حصل لك. خليكي مستريحة لو تعبانة. لا ميرسي، أنا بقيت كويسة. شكرا قوي على الزهور دي. تعب نفسك ليه؟ لا تعب ولا حاجة، المهم تقومي بالسلامة. أنت عارف طبعا. الحادثة حصلت قدام البيت بتاعك. ايوه اختك قالت لي. بتقول اختي؟ ايوه هي كلمتني امبارح في التليفون، وعرفت منها بعد كده انك نزلت من التاكس وانت بتعدي الشارع صدمتك عربية. ايوه فعلا ده اللي حصل، بس انا ماليش اخوات خالص. مالكيش اخوات ابدا؟ ابدا. ولا واحدة؟ ولا نص. لكن ازاي عرفت ان انا هنا؟ مادام بقى مالكيش اخوات يبقى عرفت باي طريقة والسلام. المهم الحمد لله على سلامتك. متشكرة اوي. ما تعرفيش واحدة سمرة وشعرها اسود وعينها واسعين وطويلة شوية؟ ابدا. مالكيش قرايب بالوصف ده؟ انا مش فاهم انت ليه بتسأل كده. اصل امبارح لما جيت هنا في المستشفى شفت واحده اتهيألي انها اختك او قريبتك. انت كنت هنا امبارح؟ ايوه وكانت هي موجوده. هي مين؟ انا ما حدش زارني خالص، وما حدش من اللي انا اعرفهم خد خبر ان انا هنا في المستشفى. غريبه، يمكن انا فهمت غلط. لكن انت عرفتي عنوان بيت ازاي؟ من دفتر التليفون. انت مش قلت لي ان اسمك حسين عبد الحميد؟ تمام. دورت على اسمك في الدفتر، حاولت اكلمك لكن كان تليفونك مشغول باستمرار. خدت تاكسي ورحت لك، لاني لما دورت على المفكره وما لقيتهاش عرفت على طول انها وقعت مني
وانا بدي الجنيه للبنت الخدامه، وبتاع الدوره قال لي ان انت لقيتها ورحت تدور عليا. تمام، ده اللي حصل. طبعا جدها معاك. هي مين؟ المفكره. انا جاي بس اطمن عليك. ما جبتهاش ليه معاك؟ اوعى تكون ضاعت منك. لا لا، ازاي وانا صغير برضو. طبعا حضرتك ما تعرفش قد ايه المفكره دي خطيره. انا عرفت انها خطيره لما صاحبنا ده قال انه ابوكي، علشان بعد كده وانا بقلب في المفكره لقيت الكاتبه ان والدك الله يرحمه مات. مين ده اللي قالك انه ابويا؟ انا لما لقيت المفكره حبيت اعرف عنوانك او نمره تليفونك، فقعدت ادور فيها لغايه لما لقيت نمره فضربتها، فرد عليا واحد صوته ما عجبنيش. لازم ضربت نمره 55 157. افتكر كده. ليه عملت كده بس؟ دي نمره المجرم عبد الحفيظ. عبد الحفيظ مين؟ هو ده اللي انا كنت خايفه منه. ليه بس تعمل كده؟ انا فهمت انه انسان مش كويس، وافتكرت السواق اللي انت بعتيه من طرف عبد الحفيظ، عشان كده طردته. انا كنت فعلا في منتهى الحرص. سألك طبعا عرفت النمره دي ازاي؟ قلت له انها مكتوبه في المفكره. كمان يعني عبد الحفيظ عارف ان انا كاتبه نمرته عندي؟ الله، ايه الحكايه؟ انا مش فاهم حاجه. الحكايه انك حكمت عليا بالاعدام. اعدام؟ اعدام ايه؟ على العموم انا حياتي ما بقتش تهمني، ولازم اخلص الناس من المجرم ده ومن عصابته. مش تفهمين الموضوع ايه؟ جايز اقدر اساعدك؟ ما افتكرش. طيب ما دام الموضوع خطير كده ما تبلغي البوليس عنه. ابلغ البوليس عن مين؟ عن عبد الحفيظ. ايوه بس انا معرفش شكله ايه بالظبط، وكمان جايز ما يكونش ده اسمه. ونمره التليفون اللي انت لقيتها في المفكره دي انا عرفتها باعجوبه. انا لقيت حبه ارقام عجيبه جدا في المفكره، استغربت لها جدا. الخطوره كلها في الارقام دي. ازاي؟ لو اقدر احل رموزها يستريح من المجرم ده، حياتي كلها وحياة 5 يتامى في المفكرة اللي عندك. 5 يتامى؟ أيوة، الأطفال 5 اللي سابهم لأخويا بعد ما مات، أخويا اللي قتلوا المجرم عبد الحفيظ لأنه كان هيكشف سره. آمن معروف، روح هات المفكرة وتعالى هنا. أجي فين؟ هنا؟ أيوة، بس بسرعة علشان دول هيخرجوني الساعة 2. حاضر. اسمع، خلي بالك كويس قوي على المفكرة دلوقتي. عبد الحفيظ عارف انها عندك وهيعمل كل المحاولات عشان ياخدها منك. طبعا طبعا، هو انا عبيط؟ جاي رايح جاي زي الفرخه الدايخه. هتكسب ايه؟ مش عارف. مش عارف اتصرف ازاي يا فهمي. دبرني. دبرك ازاي؟ مفيش غير الطريقه الوحيده انك تسترد المفكره دي من الراجل اللي اسمه عبد الحفيظ. ليه؟ عشان هو الراجل الوحيد اللي اخترع الخطه الهايله دي. بعت لك بنت من بتوعه ومثلت عليك دور اختي سميره وخدت منك المفكره يا حيدي. تسمع بس، ظهر الحوادث تخلينا نقول كده، لكن لو تعمقنا في المسألة هنلاقيها معقدة، معقدة جدا. ازاي معقدة جدا؟ انا اقول لك ازاي. قول. لا، كفاية دوخة، والنبي ماني ناقص دوخة. طيب. عبد الحفيظ يعرف منين ان انا وسميرة اتقابلنا قدام عربية الدورة المشوي؟ عجبك قوي حكاية عربية الدورة المشوي يا اخي، جايز يكون مراقبها. تفتكر كده؟ امال عرف الحكاية ازاي؟ طيب لو عملت انا المستحيل ورجعت المفكرة، ايه الفايدة؟ ايه الفايدة ازاي يا حسين؟ ترجع المفكرة لسميرة وتنقذ نفسك من الموقف الحرج ده. بس هتاخد المفكرة ازاي من عبد الحفيظ؟ ده مجرد فرض. دلوقتي لو عبد الحفيظ اطلع على المفكرة وعلى الرموز اللي فيها، سميرة هتبقى في خطر، هي والايتام 5 اللي بتقول عليهم، وابقى انا سبب المصيبة دي كلها. ها؟ يا ترى بتقول ايه عليا دلوقتي؟ هتقول ايه؟
فزمانها خرجت من المستشفى، ولما حضرتك ما رجعتش المفكرة عرفت انك ضيعتها. فهمي تعالى رد انت. رد انا؟ لما ترد انت تخيل. يمكن سميرة ما تحرجنيش امال. الله، سميرة ولا غير سميرة انا هخاف. الو، من فضلك الاستاذ حسين عبد الحميد موجود؟ سميرة بتسأل عليك. اقول لها ايه؟ قول لها مات، قول لها عيان قوي وهو نازل على السلم رجله كسرت اي حاجة، بس لغاية لما تشوف لها حل. الو حسين يا عيني، عيان راقد في السرير. ها؟ عشان هو نازل على السلم لا قشرة موز حط رجله عليها الزحلة رجله كسرت. هنعمل ايه؟ اليوم رخصوا الموز والحوادث كترت. مسكين، ازاي الكلام ده؟ امر الله يا مدموزيل. افندم، ده تعبان جدا، ده بالكتر الوجع يا عيني مش قادر يتكلم ولا يتحرك ولا يقول حاجة، وخليني قدامه كده. افندم، رجله في الجبس يا عيني. ايوه في الجبس. الدكتور حيفا. دكتور ماشي، مع السلامة يا دكتور. نغير له امتى؟ بكرة؟ اوكي. أرجوك تقول إني سألت عليه. سلامته ألف سلامة. أنا جاي أطمن عليه دلوقت. ألو؟ مدموزيل؟ يا ريتني كنت قلت لها إنك مت يا شيخ. ليه بس يا راجل بتبشر عليا؟ قالت لي إنها جاية تزورك. إيه؟ جاية تزورك. مش معقول. مش معقول ليه؟ مش معقول تيجي تزور واحد عازب في بيته، مش معقول، مستحيل. الله الله. يا أخي واحد عازب وعيان ورجله مكسورة ومحطوطة في الجبس، إيه خطورة زيارته؟ كمان تطمن يا حلو، مش جاي عشان سواد عينيك، لا جاي عشان المفكرة. وبعدين؟ اهو، وكل شوية تقولي وبعدين وبعدين، بدل ما تقولي وبعدين اتصرف انت. طب اسمع، انا هنزل دلوقتي، لما تيجي قول لها لأهله نقلوه المستشفى. ها؟ كده؟ تعالى هنا، رايح فين؟ دي تبقى مكشوفة يا حسين. ده انا قايل لها ان الدكتور لسه خارج من عنده سمعاني بودنها وانا بقول له مع السلامة يا دكتور. كمان جايز تكون خد التاكسي وزمانها جاية في السكة. وبعدين؟ يووو، وكل شوية تقولي وبعدين؟ قدامك. على فين؟ على اوضه النوم. تلبس البيجامه وتنام في السرير وتعمل عيان مظبوط والف رجلك باي حاجه وتتصلبط، بس على شرط تسبك الدور مظبوط. طب واذا سالتني عن المفكره؟ تستاموا، لان انا قايل لها ان الوجع مخليه مش داري بروحه. قدامك. واخد التليفون على فين؟ المفروض ان عيان والتليفون يبقى جنب السرير. الله. لا نبيل، طالع لي. اتفضل يا سيدي، اتفضل. متحاسب، انت هتتصرف جد ولا ايه؟ ولا اتصرف ولا حاجة. انت مش بتاخد نفسك كويس؟ حاسس انك هتتخنق؟ خلاص. ما ليه مش نسبك الدور مظبوط؟ الله، انت هتعمل ايه؟ ايه ده؟ الله، ببخ على وشك شوية مية. قال يعني كده حرقان كده من كتر الوجع. الله، مش دلوقتي، يمكن تتأخر. الله كده؟ انت بتفضل بقى اتمرن على الاستموات ده احسن، لو كلمتها زي ما بتكلمنا انا دلوقتي كده هنتكشف يا حلو. اتفضل استمو. تقول لا مش للدرجة دي يا حلو. ايوه، انت مش بتفهم في المزيكا؟ من الصبا او السيكا. ايه؟ روح افتح، روح صار هي، روح هي. تسمع، ما تتحركش، ما تتحركش. من فضلك دي شقة الأستاذ حسين عبد الحميد؟ أيوة. مش حضرتك برضو أليسة سميرة؟ أيوة. أحب أعرفك بنفسي، أنا الأستاذ حسين صاحب فهم. أنا الأستاذ فهمي صاحب حسين. على فكرة أنا اللي رضيت عليك بالتليفون. ازاي دلوقتي؟ والله تعبان، تعبان جدا. طب ليه ما بعتوش المستشفى ما دام في كسر في رجله؟ تصوري انا قلت كده، اهله ما رضيوش، قالوا يتعالج في البيت احسن. هو في حد من اهله هنا؟ قصدك يعني هنا في البيت؟ ايوه. لا، ما كانش فيه غير مامته ومشيت بقالها ساعه. تصوري هي اللي صممت ان الدكتور يجيله لغايه هنا. البيت اتشال من المستشفيات. اتفضل. مين الاموره الحلوه دي؟ دي زيدي بنت اخويا. كده؟ ازيك يا اموره؟ تجوزيني؟ اتجوزك انت؟
عمتي هو عبيط ولا شكله اللي كده؟ لطيفة قوي اللي بأخذ يا أستاذ فهمي، أصلي تحب تهزر كده. وأنا كمان أحب الهزار، ربنا يخليها لكم. الآنسة سميرة الدور المشوي، خليها تدخل. اتفضلي. يا استاذ حسين، ازاي الحكايه دي حصلت؟ الله يسلمك، ايه اللي خلاكي تتعبي نفسك وتيجي؟ اتفضلي. زيزي هاتي لي الكرسي. انا اسفه اني ما قدرتش اجيب لك معايا ورده ولا حاجه وانا جاي. ورد ايه وبتاع ايه؟ كفايه انك جيتي. مين الاموره الصغيره دي؟ دي زيزي بنت اخويا. هو ده صاحب بابا يا عمتي؟ ايوه حبيبتي. بابا ارجع يركع من السفر يا حسين. عيب يا زيزي، قولي يا عمو حسين. عم حسين امتى بابا هيرجع من السفر؟ قريب قوي يا حبيبتي. ازاي يسافر من غير ما يبصني؟ لما يرجع انا هتخانق معاه. استاذ حسين افندم، فين المفكر؟ باي يا ساتر، الم فظيعه مش معقول، مش قادر. سلامتك. ليه الدكتور ما ادالكش حقنه مسكنه ولا حاجه؟ لما جه الدكتور ما كانتش الالم بالشكل ده ابدا. لو رحت المستشفى كان هيدولك حقنه ولا حاجه، ملهاش حق ابدا. والدتك؟ والدتي؟ والدتي فين؟ الله يرحمها بقى ويحسن اليها. الله، لكن ده صاحبك بيقول ان هي كانت لسه هنا وهي اللي ما رضتش تخليك تروح المستشفى. هو فهمي قال كده؟ هو قصده على خالتي، اصلا في مقام والدتي. في الحقيقه انت لازم تروح المستشفى، احسن الكسر يعمل مضاعفات. انا هكلمهم يحجزوا لك مكان. لا 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 لا، انا خلاص بقيت كويس، حتى شوفي اهو. يعني ما انتش حاسس بوجع ولا حاجه؟ لا لا، الظاهر انه شرخ مش كسر. طيب لو سمحت تقول لي فين المفكره وانا اقوم اجيبها. المفكره؟ ايوه. مفكرتي ايه؟ لا انت لازم تروح المستشفى، هوديك غصب عنك. لا لا لا، استني استني. استنى ايه بس؟ لما يقطعوا لك رجلك في الاخر. استني بس لما يشوف مين بس بيضرب الجرس. اهلا وسهلا. تكلم المواحلة دي هتدخل قلبك على طول. لا لا، انا قلبي فاضي، ما فيش نقطة دم. انا غلبان ولا امسك امسك يا عمي. اخد يا عمي. الناس سميرة، الحق الراجل اللي انت بتخافي منه جه بره. راجل مين؟ اللي اسمه يا حبيب. جه فين انت بتخرفي؟ وحياة بابا جه بره وماسك سكينة للراجل اللي قابلنا وعايز يقتله. بتقول ايه دي؟ خليك انت مستريح، هي ساعات بتخيلها حاجات مالهاش وجود. انا هشوف ايه الحكايه. مش حسين والله ولا اعرف حاجه عن المفكره اللي بتقول عليها دي. انا ما كنتش اعرف انك انت جبان كده. جبان جبان بس عايش. انا هجيب اجلك. ليه والنبي ليه؟ حرام عليك. حاضر حاضر. ما تقولوا لي يا اختي ان انا مش حسين. خد بالك منه، اوعى تسيبه يخرج. كتر خيرك. هي دي اللي هتقول لنا اذا كان هو حسين ولا لا. المهم عندنا المفكرة. والله العظيم أنا مش حسين. يا ناس حاضر حاضر حاضر. إذا كنت عايز أي حاجة أنا المسؤولة، مالكش دعوة بحسين خالص، لأن رجله مكسورة وما يقدرش يتحرك من السرير. رجله مكسورة؟ يعني مش هو ده حسين؟ لا، ده واحد صاحبه. فين المفكرة؟ معرفش. سيبني سيبني يا مجرم. وبتشتميني كمان؟ فين حسين؟ ارمي السكينه في ايدك. انت حسين؟ الظاهر كده. واذا ما رميتهاش وقطعت بيها رقبتك هتعمل ايه؟ تكون رصاصه مندي موتتك في الحال. ارمي السكينه ارمي. ارفع ايدك لفوق لفوق. اي حركه هضربك على طول. بص وراك يا محسن. خليك عندك. العب غيرها. ده مسدس صوت انا عارفه، وجايب واحد لابني يلعب بيه.
نجدة، أنا طلبت البوليس بالتليفون. ليه عملت كده يا حسين؟ الله، أما أمرك عجيب، أنت كنت عاوزاهم إيه؟ يقتلونا؟ يلا بينا. والبوليس؟ بقول لك يلا بينا. أعمل معروف، خليهم يخرجوا، أنا مش عايزة البوليس يمسكهم هنا، أنت مش بتعمل كده عشاني، أنا مش عايزاهم يمسكهم هنا، بعدين هفهمك كل حاجة. الله، أنت بتعملي كده ليه؟ لأن البوليس لو لقاها معانا هنا هيحبسها هي قبل ما يحبسنا إحنا. لا لسه شاطرة. لكن مش هتفلتي من ايدي ابدا يا سميرة ابدا. يلا بينا. يلا. انت خليتيهم يخرجوا ليه؟ على كل حال وهما نازلين البوليس هيمسكهم. قابلنا البوليس على السلالم ما كانش عمل حاجه، محدش يعرف انا مين، المهم انه ما مسكناش في الشقه. ما تبصش شراب. انا لو حطيت رجلي عندك من بعد كده هنا ابقى اكبر مغفل في البلد. ليك حق تقول كده، انا نفسي متهيألي ان بقيت مغفل كبير. مش حرام عليك يا ام حسين؟ فهميني، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انا وافقتك على كل تصرفاتك العجيبه اللي مش شايف لها اي حل. البوليس جه ونزل وما لقاش حد، وكان ممكن يتهموني بازعاج السلطات على الفاضي، وكل ده عملته عشان خاطرك انت. عاوزه ايه تاني؟ مش عاوزه حاجه، عاوزاك تبعد عن طريقي. انا مش بعيط على نفسي، انا بعيط عليك انت. بتعيطي علي انا ليه؟ دول جماعة مجرمين، مش ممكن هيسيبوك ابدا. طب وليه ما خليتيش البوليس يمسكهم؟ البوليس لو مسكهم وعارف انا مين بالظبط كان سابهم وقبض علي انا. قبض عليك انت ليه؟ انا صادر علي حكم غيابي بحبس سنة مع الشغل. انت؟ ايوه انا. ايه مال نظرتك اتغيرت كده؟ لا لا ولا اتغيرت ولا حاجه، بس بستغرب واحده زيك يصدر عليها حكم بالشكل ده ليه؟ وبتهمه ايه؟ بتهمه البلاغ كاذب. ازاي؟ مش فاهم. هفهمك دلوقتي. استاذ سامي. نعم. مين؟ انا حفيظ. لو سمحت تاخد زيزي وتشتري لها شوكولاته من تحت دلوقتي اهو. ايوه دلوقتي. حاضر. هات ودنك، عايز اقول لك حاجه. اتفضل. عمتي سميره مش عايزاك تجيب لي شوكولاته. امال ايه؟ عايزه تقول لام حسين حاجه ومش عايزاني اسمعها. فهمت؟ فهمت. انا مش عايزه اقول قدام زيزي ان باباها مات. اصل اخويا الله يرحمه لما لقوا جثته في الصحراء بتاعت طريق اسكندريه عرفت على طول ان عبد الحفيظ وعصابته هم اللي موتوه، وقدمت بلاغ ضده للنيابه. وبعدين؟ وبعدين لما سالوني ما عرفتش اثبت التهمه ضده. قلت كل حاجه اعرفها عنه، قلت انه بيهرب مخدرات. وسلام افرجوا عنه لما ما لقوش دليل ضده. راح هو رافع عليا، جنحه مباشره واتهمني بالبلاغ الكاذب.
حضرتش الجلسة. اتحكم عليا بسنة غيابي، عشان كده ما كنتش عايزة البوليس يقبض علي هنا، لأنه كان هيرشدهم عني ويمسكوني عشان ينفذوا الحكم. وعبد الحفيظ قتل أخوك ليه؟ أخويا كان عايز يرشد عن عصابته عشان يقبض المكافأة ويريح الناس من شره. أصل عبد الحفيظ ماشي بطريقة في منتهى الخبث، أفراد عصابته ما يعرفوش بعض غير بالأرقام ولهم رموز مخصوصة، وأخويا قرب يكشف السر لما خد المفكرة بتاعت عبد الحفيظ، وعشان كده قتله لما عرف إن المفكرة معاه. دي المفكرة بتاعتك ولا بتاعت عبد الحفيظ؟ مفكرته هو، أنا كتبت فيها بعض حاجات بخطي لكن معظمها بخط إيده هو، عشان كده هتجنن عشان ياخدها، لأنها لو وقعت في إيد البوليس هتكون دليل ضده. الله، في حاجة أنا مش فاهمها. إيه؟ عبد الحفيظ عمل كل المغامرات دي علشان ياخد المفكرة. طبعا، لكن هو عارف كويس إن المفكرة مش معايا. عارف منين؟ لأنه بعت واحدة وخدتها مني. مش معقول، مش معقول أبدا، ليه عملت كده يا حسين؟ أنا كنتش عارف إنها من طرف عبد الحفيظ، دي قالت لي إنها أختك وشفتها عندك في المستشفى. هي دي اللي كلمتني عنها؟ أيوة، وقالت لي اسمها نوال. نوال؟ أنا معرفش حد أبدا بالاسم ده. أنت لما قلت لي كده في المستشفى عرفت إنهم خدعوني، فما رضيتش أصدمك وأنت لسه قايمة من حالة الإغماء اللي كنت فيها. لقيت نفسي في موقف حرج لأن عارف أهمية المفكرة عندك، فادعيت إن رجلي مكسورة. أنا كنت عارفة إن رجلك مش مكسورة ولا حاجة، بس ما كنتش عارفة أبدا إن أنت اديت المفكرة لعبد الحفيظ. بس عبد الحفيظ ما خدهاش، لأنه لو كان خدها ما كانش جه النهاردة، وده الشيء اللي أنا بستغرب له. بس فهمت. فهمتي إيه؟ سنية هي اللي خدت المفكرة. سنية مين؟ واحدة بتشتغل عند عبد الحفيظ، هي اللي فتنت على أخويا خدعته. كانت دايما بتزورنا في البيت توريله إنها حنينة قوي على أولاده، لدرجة إنه افتكر إنها تحل محل أمهم اللي ماتت. قد إيه بكرهها الست دي. لازم هي دي اللي كتبتي عنها في المفكرة إنك عاوزة تموتيها. أنت قريت اللي كتبته؟ هي دي سنية اللي بقصدها. هي سنية شكلها إيه؟ مش ممكن تكون هي دي اللي أنت قابلتها في المستشفى، لازم تكون بعتت واحدة من طرفها. إذا كانت سنية خدت المفكرة ما سلمتهاش ليه لعبد الحفيظ؟ هي ما يهمهاش إلا نفسها، لازم عايزة تهدده بيها أو تستفيد منها. يا ريتك كنت قلتلي كده من الأول. ليه؟ كنت قلت لعبد الحفيظ، أصل اللي زي دول اختلافهم رحمة. أنا نفسي بحاجة واحدة بس. لا لا، مش قصدي، أنا نفسي أخلصك من كل المشاكل اللي أنت فيها وأشوفك عايشة مطمنة مستريحة، ما فيش حاجة تشغلك أبدا. ما افتكرش يا أستاذ هادي. الله، ما بلاش بقى حكاية أستاذ دي، قولي لي يا حسين بس. ها، حسين. يا سلام، الله، قولي تاني. ها، كمان مرة. ها، حسين، أنا مش عارفة أنت دخلت حياتي ولا أنا اللي دخلت حياتك. إزاي؟ أنا نفسي بستغرب. أنا قبل ما أعرفك ما كانش في حاجة في الدنيا تهمني غير راحتي الشخصية، لكن دلوقتي ما خبيش عليكي، أنا مستعدة أضحي بكل شيء عشان أسعدك أنت. أستاذ حسين. الله، ما تشطبي بقى حكاية أستاذ دي. خلاص شطبتها. أنا مش زعلانة على حاجة قد ما أنا زعلانة لأني تسببت لك في المتاعب دي كلها. لأني لما قابلتني صدفة
عند عربية الدرة. بينت لي ساعتها ان ربنا لسه بيحبني، وحسيت بعد ما عرفتك اني قوية واني مش لوحدي ابدا في الدنيا. وطول ما انا عايش في الدنيا لا يمكن هتكوني لوحدك يا سميرة. وبعدين يا حسين؟ وبعدين ايه؟ هتخليني احب الدنيا بعد ما كنت بكره كل حاجة فيها. الله، ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ اعصابي ما بقتش تتحمل حاجة ابدا يا حسين. الو، انا بطمنك ان بخير وان البوليس ما قدرش يعمل معايا حاجه. انت لسه اخضر يا شاطر. ده عبد الحفيظ يا ستي بيطمن على ان البوليس ما مسكوش. انا كنت عارفه انهم مش هيعملوا له حاجه. اديني السماعه عايزه اكلمه. هتقولي له ايه بس؟ هات بس. الو، انا سميره. اسمع، المفكرة بتاعتك كانت مع حسين زي ما كنت عارف، لكن لما دخلت انا المستشفى ثانية بعتت واحدة لحسين ادعت انها اختي وخدت منه المفكرة، ودلوقتي حسين هيفهمك على كل حاجة. خد قول له كل اللي حصل بالظبط. الو. وبعدين؟ بقى كده؟ لا لا، وانت هتكذب عليا ليه؟ ده انت كتر خيرك اللي انت قلت لي. كتر الف خيرك. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خدت المفكرة ليه؟ مفكرة ايه؟ خدتيها ليه؟ انطاي ردي. ارد على مين؟ مفكرة ايه اللي هاخدها اذا كانت كل املاكك باسمي؟ اذا كنت عايز العب من وراك كنت لعبت من زمان، انما البنت الصغيرة دي هي اللي هتلعب بيك. هتنتقم لاخوها منك. اظن هي قالت لك ان انا خدت المفكرة، مش كده؟ ما المفكرة راحت فين؟ اسأل نفسك. لكن معلش، انا هعرف اخلص عليها زي ما خلصت على اخوها. طول عمرك هتفضل زي المرجيح، كلمه تجيبك وكلمه توديك. تعالى معايا. على فين؟ ما تسالنيش. انت مش عايز تخلص منها هي والواد اللي اسمه حسين ده؟ ايوه. والمفكره مالكش دعوه بحاجه. اسمعي، المره دي انا هصدقك، انما لو حسيت انك بتخدعيني انت عارفه كويس نهايتك هتكون ايه. يا سلام، انا حاسه اني بسرق السعاده. وتسرقيها ليه؟ الانسان ما يعتبرش سارق حاجه الا اذا كان ملوش حق فيها، وانت ليك حق تكوني اسعد واحده في الدنيا، لانك بتضحي براحتك وبتخاطري بحياتك عشان ولاد اخوكي اللي مالهمش حد غيرك. انا املي الوحيد كان في المفكره دي مكتوبه بخط عبد الحفيظ. وليه ما سلمتهاش للبوليس؟ كان الحكم الغيابي صدر عليا، كنت خايفه لا يحبسوني. مفكرة ملهاش أي قيمة من غير حل الرموز اللي فيها. مؤكد ثانية هي اللي خدتها. دي غلطتي أنا، سامحيني. سامحتيني؟ لا ما تفتحش. ده لازم فهمي وبنت أخوكي. صحيح، كان نسيت. هلو، مين معاك دول؟ فين؟
الله دول 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 احنا عمال مصلحة التليفونات احنا عمال مصلحة التليفونات لكن التليفون كويس وما فيهوش حاجة لا التليفون كويس وما فيهوش حاجة احنا مش جايين نصلح تليفون سيادتك في جار ليك هيركب تليفون جديد بس اذا سمحت عاوزين نوصل السلك من ماما نوصل السلك من ماما ممكن اعرف ايه اللي معاك ده ممكن نعرف ايه اللي معاك ده دي العده بتاعتنا دي دي العده بتاعتك دي طب اتفضلوا المنور جنب المطبخ متشكرين المنور جنب المطبخ المطبخ جنب المنور ايه هيركب تليفون لواحد صاحبك جنب ساكن جنب منك هات الشنطة حاضر هات الشنطة بتاع ورايا ننفذ اللي اتفقنا عليه وبالشكل ده نرتاح منهم هما الاثنين ومن مشاكبتهم لينا اللي تشوفيه يا سلام وراي تعالى وراي تاني وتالت ورابع اصلنا ما كناش عاملين حساب اخينا ده مين ده واحد صاحبه او النبي صاحبه ولا هم يلا يلا بقى كده مش تقول ان الحكايه فيها غرام طب سريع انت فين من زمان ما جبتيش معاكي شوكولاته اهلا حبيبتي خدها على الحفيظ ياخدها ربنا هياخدها بس خليها معاك الاول ياخدها فين احنا ما كناش عارفين ان بسلامتها هنا احنا كنا جايين نقتلك انت وسرومي وبتاعك ونحطكوا في الشنطه زي ما عملنا مع اخوك لكن المهم انا عارفه انك بتحبي ولاد اخوك قوي اختاري بين حياه البت دي وبين المفكره المفكره انت واخداها لو قلت كده تاني انا هقطم زمره رقبتك المفكره فين المفكره في واحد اسمها نوان خدتها مني في المستشفى يعني مش انا اللي خدتها لا سامع يا بني ادم الله ده صحيح المهم البنت الصغيره دي هتفضل عندي لغايه المفكره ما ترجع ما رجعتش هتحصل ابوها اصله كان بيحبها سيبني سيبني عمتي سميره الحقيني عم حسين الحقني يلحقك يلحق روحه خطوه واحده وحقتلك احنا متعودين نرجع بالشنطه فاضيه وانت كمان ايديك من فوق انا كمان انا علي فتحي ضابط المباحث اي حد فيكم بيحاول يتحرك خطوه واحده هضربه رصاص على طول ارموا استاذ بيه ايه ده انتوا جيتوا منين وعايزين مننا ايه الحقيقه حبس اهي هي اللي عليها حكم غياب بسنه ده ايه النصاحه دي احنا فاهمين كل حاجه كويس وفاهمين شغلنا مظبوط تليفونك متراقب كلمه كلمه وسمعنا السنيه وهي بتتفق مع دول انهم يتقابلوا هنا ومن ناحية المفكرة ما تتعبش نفسك لقيناها خلاص وفكينا رموزها مش هي دي؟ الله جبتها منين؟ أنا عرفت أهمية المفكرة من الجواب اللي كتبته لك سميرة سميرة ما كتبتش جوابات الجواب اللي كتبته في قاعدة في التاكس ساعة ما أنت مرضتش تدي للسواق المفكرة اللي بتقولك فيه إن جايز يكون دي آخر رسالة في حياتي تمام تمام لكن انت نزلت من التاكسي عشان خاطر تدي جواب للبواب مش كده؟ ايوه الجواب بقى كان في ايدك ايوه مظبوط فلما شافك الاخ عبد الحفيظ فضربك بالعربيه بتاعته عشان يتخلص منك ورحت المستشفى بعد ما اغمى عليك وكان الجواب ما زال في ايدك خدوه منك ولقيته انا في قسم الامانات لكن خدت المفكره ازاي؟ نوال اللي كلمتك في التليفون وقابلتك في المستشفى وادعت انها اخت سميره دي مش اخت سميره ولا حاجه دي مرشده للبوليس وبتتعاون معانا فهمت خليك زي ما انت يا حفيظ كل الادله اتجمعت ضدك ها زي بعضه المره دي مش هتنفد من المشنقه مشنقه وتفوت ولا حد يموت كده انا اصلا عامل حسابها بلاش لما تفضل وانا كمان لا بالنسبه لك انت فممكن تقدمي معارضه بالنسبه لحكم الغياب بتاعك وتأكدي ان الحقيقة هتبان 100% لان دلوقتي البلاغ اصبح مش كذب اي حركة منكم رصاصة واحدة حتى ارمخ المسكينة دي ابعد البنت يا ابو حفيظ كل ده مش هينفعك ابعد البنت حط كلاشات في ايديهم اقف مكانك يا عبد الحفيظ هضرب في المليان اقف مكانك في ضرب رصاص فوق يمكن حدث الضابط بسرعه ورايا
الحقوا، في حرامي فوق بيضرب رصاص، اطلبوا بوليس النجدة بسرعة. سلام عليكم. تعالى وراي. وقعدوهم على المكتب. حاضر يا فندم. اطلع بسرعة. يلا. الو شرطة النجدة، انا ضابط المباحث علي فتحي، في عربية بنطردها فيها مجرم خطير جدا، اطلع بسرعة. راح الزمالك يا فندم. لنا عربية هناك، ايه نمرة العربية فيها مجرم؟ عربية رقم 36282 لونين صغيرة، ملاك القاهرة. هختارهم يا فندم وثواني هنتبعها. حاضر يا فندم. النجدة هتطردوا معانا. حاضر يا فندم. بسرعة على الشارع العمومي. لف وراها بسرعة. استناني شوية. واخد باله اننا بنطرده معاه. طبعا واخد باله. الولد ماشي بسرعه جنونيه جدا، والمطارده هتعرض ارواح الناس للخطر. لازم اضرب كاوتش العربيه بالنار. ورايا بسرعه. بينوت السور. انت هو حصل الفيلا من هناك معاهم يا كابتن. Thank you.
اسكت، راقبوا المكان كويس، مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جاي عشان خاطر أقول لكم إن إحنا انتهينا خلاص من عبد الحفيظ. الحمد لله. هو اختار بنفسه النهاية اللي مستنية أي مجرم يستهتر بالعدالة والمجتمع. بس إحنا عايزينكم شوية صغيرة. في إيه؟ لا دي حاجة بسيطة. كشهود بس. أنا مستنيكم تحت في العربية. إحنا كمان هنحتاج لاتنين شهود يا سميح. ليه؟ عشان عقد الجواز. نحن هنا. شفتي بقى كان مستخبي فين يا محسن؟ يا اختي من هنا ورايح تقولي لي بابا حسين وانا يا انكل فهمي. ها؟